الجسم الجسم. قناة مس بينو، قناة الطفل العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة. السلام عليكم يا أصدقائي. اليوم سنتعرف على أعضاء الجسم. جسم ديم سين ميم. جسم، هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. ما هذا؟ إنه رأس. رأس، يحتوي الرأس على الدماغ الذي يفكر. راء همزة سين رأس. رأس. من التالي؟ ما هذا؟ إنه شعر. الشعر يزين الرأس ويحميه. ينمو الشعر بألوان مختلفة. شين عين راء شعر. شعر. من التالي؟ ما هذا؟ إنها عين. عين، نرى بها الألوان والأشكال. للعيون الكثير من الألوان، سبحان الله. عين ياء نون عين. عين. ما هذا؟ إنها أذن. أذن، الأذن تسمح لنا بسماع الأصوات. همزة ذال نون أذن. أذن. من التالي؟ ما هذا؟ إنه أنف. أنف، الأنف هو أداة الشم والتنفس. همزة نون فاء أنف. أنف. من التالي؟ إنه فم. فم، الفم هو مدخل الطعام ومخرج الكلام. فاء ميم فم. فم، من التالي يا ترى؟ إنه ذقن. ذقن. الذقن جزء مهم من الوجه ويكون تحت الفم مباشرة. ذال قاف نون ذقن. ذقن. إنها خدود. خدود، الخدود تمنح الوجه مظهرا جميلا. خاء دال واو دال خدود. خدود. ما هذا؟ إنها رقبة. رقبة، الرقبة تربط الرأس بالجسم. راء قاف باء تاء مربوطة. رقبة. ما هذا؟ إنها شفاه. شفاه، الشفاه تساعدنا على التحدث وتناول الطعام. شين فاء ألف همزة شفاه. شفاه. ما هذا؟ إنها أسنان. أسنان، الأسنان تقطع وتطحن الطعام. همزة سين نون ألف نون. أسنان. أسنان. إنه لسان. لسان، اللسان أداة التذوق والكلام. لام سين ألف نون لسان. لسان. ما هذا؟ إنه صدر. صدر، الصدر يحمي القلب والرئتين. صاد دال راء صدر. صدر. من التالي؟ إنه بطن. بطن، البطن
يحتوي على أجهزة الهضم حيث يهضم الطعام. باء طاء نون بطن بطن. ما هذا؟ إنه كتف. كتف، الكتف يساعدنا على تحريك الذراع في جميع الاتجاهات. كاف تاء فاء كتف. كتف، من التالية ترى؟ إنها ذراع. ذراع، الذراع تساعدنا على اللمس والرفع. ذال راء ألف عين ذراع. ذراع، ما هذا؟ إنه مرفق. مرفق، المرفق مفصل مهم يساعد في ثني الذراع. ميم راء فاء قاف. مرفق. مرفق، من التالي؟ إنه كف اليد. الكف يتيح الإمساك بالأشياء. كاف فاء كف. كف اليد. كف اليد، من التالي؟ إنها أصابع اليد. أصابع اليد، الأصابع تساعد على الكتابة والرسم واللمس. من التالي يا ترى؟ إنها ساق. ساق، الساق تحمل وزن الجسم وتساعد على المشي والجري. سين ألف قاف ساق. ساق، من التالي؟ إنها ركبة. ركبة، الركبة هي المفصل الأساسي لحركة الساق. راء كاف باء تاء مربوطة. ركبة. ركبة، من التالي؟ ما هذا؟ إنه كاحل. كاحل، الكاحل يربط الساق بالقدم. كاف ألف حاء لام كاحل. كاحل، ما هذا؟ إنها قدم. قدم، القدم تدعم الجسم أثناء الوقوف. قاف دال ميم قدم. قدم، من التالي؟ ما هذا؟ إنها أصابع القدم. أصابع القدم، أصابع القدم تساعد على التوازن عند الحركة. أصابع القدم، أصابع القدم، ما هذا؟ إنه ظهر. الظهر يدعم العمود الفقري. ظاء هاء راء ظهر. ظهر، من التالي؟ ما هذا؟ إنها المنطقة الخاصة. المنطقة الخاصة، هل ترون المثلث الأحمر الموجود على الشاشة؟ نعم، إنه يمثل المنطقة الخاصة لكل منا. هذه المنطقة هي خاصة بنا فقط، لا يجب لأحد لمسها أو النظر إليها، فقط ماما وبابا في حالات معينة عند مساعدتنا على تنظيف أنفسنا أو مساعدتنا في تغيير ملابسنا. هل يمكن لأحد لمس المنطقة الخاصة؟ لا، أحسنتم. هل يمكن لأحد النظر إلى المنطقة الخاصة؟ لا، المنطقة الخاصة. المنطقة الخاصة. ما هذا؟ إنه جلد. جلد،
الجلد هو الغطاء الواقي للجسم، يحمي الأعضاء الداخلية وينظم الحرارة. جيم لام دال جلد. من التالي يا ترى؟ إنها عضلات. عضلات، العضلات تحرك الجسم. عين ضاد لام ألف تاء عضلات. عضلات. ما هذا؟ إنها عظام. عظام، العظام تدعم الجسم وتقويه. عين ضاء ألف ميم عظام. عظام. من التالي؟ ما هذا؟ إنه جهاز الدوران. جهاز الدوران ينقل الدم في الجسم كله، يتكون من القلب والأوعية الدموية. جهاز الدوران. جهاز الدوران. من التالي يا ترى؟ إنه جهاز التنفس. يتكون من الأنف والرئتين ويدخل الهواء لجسمنا كله. جهاز التنفس. جهاز التنفس. ما هذا؟ إنها الأعضاء الداخلية. الأعضاء الداخلية هي أعضاء بداخل جسمنا ولكننا لا نراها. الأعضاء الداخلية. الأعضاء الداخلية. تذكروا جيدا يا أصدقاء، أجسادنا أمانة بين أيدينا وهدية من الله عز وجل. إذا شعرتم بعدم الارتياح أو واجهتم أي موقف غريب أو مشكلة، تحدثوا مع ماما وبابا بسرعة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. مع السلامة يا أصدقاء، إلى اللقاء.